بامانه مش عشان انتوا بتصوروا معايا بس انتوا بتنطقوا ناسكوا فدي اجمل حاجه. دايما اي سؤال عندي اجابه وفي سرعه اجابه فده بالنسبه لي انا هو ده. لما بشتري اي حاجه في الدنيا اهم حاجه خدمه ما بعد البيع. لو في حاجه انا قلقانه منها او لسه مهزوزه بلاقي عندكم بتريحوني بيني وانا بشتغل ببقى اكتر في ثقه بالنفس لان انت بتقول انا قلقانه مثلا من نقطه كذا في الجهاز انت بتقول لا النقطه دي حلها كذا وكذا وانا جايلك دلوقتي عشان اثق فيكي يعني اخليكي واثقه من نفسك في كذا.